كان من المفترض يعني حقيقة أن هنالك اتفاقات بما تخص الموازنة، حتى المواضيع التي أثيرت، المواد التي أثيرت تخص البيت الكردي الأخوة في إقليم كردستان، المشكلة التي طرأت ما بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. كان من المفروض أن تذوب هذه المشاكل منذ فترة سابقة، لكن ما يعني تفاجأنا به أن تكون هنالك هذه الأزمة، وخصوصا التي بدأ بها الأخوة في الحزب الديمقراطي بسبب أن هنالك بعض التعديلات والتي سموها هم تغييرات. لذلك بدأ الأمر من البيت الكردي، وأيضا أصبحت كالعدوى حقيقة بالنسبة للكتل الأخرى.